Assalamu My name is Maryam Ishael I am studying fikhu school I am today I am going to recite surah al humaza بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مَا لَوَ وعدد. يحسب أن ماله لَهُ أخلده كلا لا كلا لا ينبذن في الخطمة وما دراك ما الهُطام نادى الله الموقد الذي تطلع على العفه إن في عمد ممددة جزاك الله خيرا